تعالوا تعالوا. اسمعوا ركزوا كويس، كل واحد هياخد عصايه، اي حد هيطلع هنديله على دماغه ونسحبه على طول. مش معنى بقى انت مديني بقى انت العصايه الطويله وخدت انت القصيره عشان تلخمني؟ لا، عشان لو كنت اديتك الصغيره كنت هتقول اشمعنى انا اللي واخد الصغيره، انا عارف النوعيه دي كويس. طب معلش يا هاني، ممكن نبدل مع بعض عشان العصايه بتاعتي فيها شوك. ما بتحبيش الشوك؟ لا ماشي، خدي دي من غير شوك. ثانك يو. ماشي يلا يا جماعه، احنا خبطناهم هنقتلهم. لا لا هنضربهم. انا مش كل ما اقتل حد يا هاني. ما تخافش ما تخافش. سيف بطل جبن. يلا يلا. يلا قدامي. حاضر، بس واحدة واحدة عليا، رجليها بتوجعني. يا غني قدامي. أنا مش فاهم بس أنتوا واخديني معاكوا ليه؟ ها؟ أنا هعمل معاكوا إيه؟ ولا إيه؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ مش هتقولت اي حد يطلع نضربه؟ بس مش عم بنداري. عم بنداري صح؟ عم بنداري. خير الله خير الله خير الله. مين؟ انا همشي، انا مش بتاعت الحاجات دي. خير الله، ما فيش حد اسمه خير الله عموما. العيش ملدم، العيش ملدم. ايه ده؟ صاحي؟ انت لسه صاحي يا ضاحي؟ اه لسه صاحي. مين اللي علمك مسكة النبوت يا ابن النبي؟ اتفرجت على فيلم التوتو النبوت. اه مش بمسدس. يا اخينا. ايوه من عند ربنا دي. انتقمت انتقمت. عامل اللي فيها رامبو ده لو جبت كلب كان حرسني. تفو عليك. ها يا سيف، فهمت حاجه ولا اي حاجه؟ طب هي القصه بتقول ايه؟ القصه بتقول ان دونجول كان عايز يسرق قصر ميكي، قام ميكي قفشه وحبسه في الاوضه السحريه وقال له هتفق معاك اتفاق، لو كسبتني في الشطرنج هسيبك تخرج من الاوضه السحريه، ولو خسرت هسيبك محبوس فيها. يعني ايه اللي حصل يا سيف؟ مش فاهمه. ميكي كسب دونجل وحبس دونجل؟ لا سابه. ليه؟ هما مش اتفقوا لو كسبوا هيحبسوا؟ العفو عند المقدره. يا سلام، ميكي ده طلع ابن بلد بقى. بس يا ضد هو عم بندق. نعم. فهمت حاجه من القصه دي؟ والله العظيم ثلاثه ما انا فاهم اي حاجه. يعني انا كل اللي انا فاهمه ان انا عارف البيت وعارف الاوضه المسحوره وعارف كمان حكايه لعبه الشطرنج دي. جدك الله يرحمه كان يحب يلعب بالشطرنج يعني، وكان يختار الجيش الابيض، يقول لك العسكري الابيض ينفع في لون الاسود. اه والله انا عندي حكايه قوي. طب بس سيبك بقى من ذكرياتك وقصصك المقرفه دي، وودينا عند بيت جده القديم. وانا قلت لا، تعالوا يلا اتفضلوا. يلا يلا. ايه ده؟ انت جايبنا الاسم ليه يا عم بندق؟ انت هتسلمنا ولا ايه؟ يا ابني اسلمكم ايه بس؟ اسلمكم ايه؟ ده كان هنا. هو ايه اللي كان هنا؟ بيت جدكو كان هنا. اه تقعد تقول لي بقى كان هنا، كان بيشرب الشاي هنا وبيحط السكر هنا وبيزروت هنا. والله العظيم ثلاثة بيت جدكو كان هنا. ازاي بس يا عم بندق؟ ده اسم. ايوه قبل ما يكون اسم كان بيت جدكو. هو بصراحه مش بيت جدكو، ده كان بيت جد جدكو، وبعد كده كان فيه وقف. الحكومه بقى رفعت قضيه، كسبت الوقف ده قلبته اسم. يعني يا رب يوم ما نلاقي مكان بسهوله يطلع لمؤاخذه اسم. لا واحنا كمان مطلوب القبض علينا، شوفي سخريه القدر. طب معلش يا عم بندق، الاوضه السحريه اللي موجوده في المجله انهي اوضه؟ ايوه اول ما تخش الاسم كده هتلاقي الاوضه دي على ايدك اليمين تحت بين السلم على طول. سيبوا الموضوع ده عليا يا جماعه. هتعمل ايه؟ هعسر لكم بقى الموضوع ده. يضع تتحبس يا. السلام عليكم يا دفعه. نعم يا سيدي. والنبي انا كنت بدور على شغلانه وعايز اعرف مش عايزين امناء شرطه؟ انا امين جدا وما اقربش الحاجه مش بتاعتي ولو على رقبتي. انت شارب حاجه ولا ايه؟ لا يا عم شارب ايه، خد انت عايز انت تشرب سيجاره مثلا، خد اتفضل.
ايه خير؟ ليك حد في الحجز؟ لا بس كنت عايز اعرف حاجة. حاجة ايه؟ دلوقتي الاسم ده فيه سلم صح؟ صح. تحت السلم بقى فيه اوضة، الاوضة دي بتاعت ايه؟ وبتسأل ليه؟ لا اصل انا كنت بدور على حاجة جار جديد وهنا الاسم جنب الشغل فيبقى مصلحة. انت هتستظرف يا خفيف؟ يا عمي بنهزر معاك، خد سيجارة تانية ايه؟ لا الصراحة انا كان ليا مصلحة في مكتب التجنيد وعايز اعرف مكتب التجنيد فين. انا بقول كده برضه انك متهرب. عموما مكتب التجنيد في المبنى الملحق اللي هناك ده. المبنى الملحق؟ اكيد كان بيلعب طول السنة وما فتحش شباك ده. باين عليه خفيف. لا يا عمي بنهزر معاك، خد سيجارة تالتة ايه؟ طب الأوضة بقى اللي تحت السلم دي بتاعت ايه؟ دي الحجز. الحجز الحجز؟ تحب تخش؟ لا اخش ايه؟ لما اروح اعمل مصيبة وابقى اجي لك ان شاء الله. اتفضل يا بيه. ماشي شكرا. احب ابشركم يا جماعة ان الموضوع طلع اسهل مما نتخيل. الاوضة اللي احنا بندور عليها دي بقى طلعت اوضة ايه؟ ايه؟ اوضة الحجز بتاع الاسم. لا حرام عليك يا جدو، بجد حرام عليك، ربنا يسامحك. ربنا طبعا هيسامحه يا بنتي، ده كان بيحبكوا قوي قوي. بعدين هو ايش عرفه ان الاوضه دي هتبقى اوضه الحجز؟ لا انا متاكده انه كان عارف، امال هيلففنا ازاي ويدوخنا ويبيتنا في الشارع. طب يا جماعه احنا مش هينفع نقف هنا اكتر من كده. عم بندق معلش هنتقل عليك بقى ونبات عندك النهارده. تباتوا عندنا؟ لا 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 لا، انتوا كده مجرمين والتستر على مجرم كده. اروح انا في كلابوش. في ايه في البيت عندك يا عم بندو؟ مش قلت لك اول ما راجل الكبير شعره يبقى رزي اعرفي انه ها؟ عيب يا واد الكلام ده. اكتشفوا انا مبيات عندي؟ لا انا قلت لا. اذا عوزتوا اي حاجه بقى ابقى كلموني. ما احنا عايزين وعايزين نبات عندك. وانا مش موافق. خلاص؟ مش موافق. اتصلوا بيا في اي حاجه تانية. ان مبيات اروح انا في كلابوش ليه؟ مين انتوا؟ خلاص يا جماعه مش هينفع نقف نتصور هنا، يلا نغرف في ده. خلاص يا جماعه سيبوا موضوع البيت ده عليا، انا عندي مكان محنده كده هيبقى حلو قوي. مكان انت لاقي تاكل؟ تعال بس ورايا. الله اللي بتتكلم بيها دي، شوف شوف شبك يا مردش. ليه الغبي ده؟ ده فين يا ضاحي الزفت؟ كنت بتكلمني ابو الدهب بيه؟ انت فين يا ضاحي؟ معلش كنت بجيب اكل بقى. ده وقته؟ انا جوه تعمل ايه؟ عملت ايه جوه؟ عملت زفت. عارف الاوضه المسحوره اللي في القصه طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت اوضه الحجز اللي جوه. يا نهار اسود الحجز؟ حظ ذكر. معلش بقى ابو الدهب بيه، عوض عليك ربنا. هي عمليه معقربه من الاساس. معقربه على مين؟ يالا على ابو الدهب؟ ده انا ابو الدهب مفيش مشكله تقف قصادي، لازم احلها ان شاء الله. محلوله. محلوله ازاي بس يا ابو الدهب بيه؟ اقول لحضرتك على حاجه؟ احنا نخش نسلم نفسنا في الاسم بقى. شد قال الله انها فكره. فكرتي. بس احنا مش هنسلم نفسينا. امال هنسلم مين؟ هنسلمك انت. حرامي حرام. جريني جريني. حرامي ما امشي معايا. حرامي الراجل ده كان جاي يسرقني وانا واقف قدام الاسم. حرامي تسرق قدام الاسم يا فاجر. لا 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 ده بيهرج بيهرج بيهرج. تسرق واحد قد ابوك يا جبان. جريني جريني. خد اسحبه ابو ده بيلعب. هخش. استنى استنى فين السندوتشات اهي. اسحبوا يا شويش. اسحبوا ايه؟ لا بلاش الحجز ابو دهبي. ابو دهبي ما تسيبنيش يا ابو دهبي. مش هسيبك الا في النيابه. لا الحجز